تو مشربت افتشت يعني اصلا اوهمي درمان هر انسان نه خوت يا باش اوا وما ازادك بجاده هندي اوه هندي اوي كن اوا او بجاده پارا دانه بره خلق ياش خلق كي بابا كا شربتا ميجنا كا هنگوين يا كا چيا او 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 اسعار دي بلن بن يلا يلا او حلويات هرش خود چنا اما كماليات اوه جلکت بچيكات فروشن او ده بجا كا او چند تينن او چند الوري عرض كن آیا فایده چند قاطع تقوا خود تعالی ودگل دایه گلی به سلمانا بربر عی بگاوه یعنی ماشاءالله اسعار بجاده دست هاوینه ماشاءالله خلق ده کرتن یه بلسینه یعنی بروشی رد دلوان چیه او ده کرن بیتو نبیتن او اول جید استقلال ها بکن راست اف عبد عبد توسا تقوا دارن حتی بس امنا بجین به سلمان امنا بجین کافرن ام نابجین فاسقن ام نابجین فاجرن چونکه عفو خونه گلک هم ازنه بس والله العظیم و بالله الكریم او نه تقوی دارن نه تقوی نه و هدف حادثاتنا پیغمبری بود تقویه مهم مخالف منهج پیغمبران صلی الله علیه وسلم چونکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیشتن اوی گران که سر بسلمان خود تعالی دستوی گران کت بلا ها اوی سر بسلمان تشتی گران کتن استقلال بکتن رب العالمین رجا قیامت دی حساب اوی گران کتن حساب عسير تقوى خود تعالى بك نبي جم بروجي ما نبي جم جب جماعتا او تو زبر جبات اشني اس ايت خو بلن كنش به مناسبه رمضان موسم هر وقت مثلا سعودي اس ايت تشتي زيادت كان موسم حج امام رو به تقوا دارن اولا تقوا دار گلي مسلمانا ده رمضان ها تشتي ارزان بكن ده خود تعالى سوي كان سر عالمي دا خود تعالى سر هوا سوي كد جران نكن والا عصابه ويا عسيره گلي قال روجيجر ونفشكرا أبي هند بنا سببك بلنكنا أسعار سر خلكي فقير وجار خلكي تا ملاتي تا يا ملات وقت بجا في ملاتي تاخفن اوه بجا بجا دين دافي خود تجي كان ملات ملات او تخل متا ملاتي خوبك يا ولا ملات اونينا يعني ملات اونينا تب عصريني وطب في بروج عالية وعوهل تتجاوزات دخولي بسريوان واربو مراتوان عوكو كدو عم بيرت كهربي بخوبينن أبا يا ملاتيني أبا يا إسلام أبا يا هدي أنبياء أبا تقوى خده تعالى يا ناس أجبلي أسعار أجبلي أسعار إيجارة ويد دكانة ويد خانية يا الله يا الله رب العالمين ما بارزة تنشفن وعمرو با أبيد بتقوى أبيد تقوى دار أبيد مخالف منهج أنبياء من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة أري بابا بيغمبرانا قلت يا بوما أبي افصانهي بخسر مروفكي رب العالمين دي افصانهي اخسر بي أي افصانهي اخسر أنا استغلال ظروفها ولا خلق شخاري هات أي الله يا الله حتى سردابت خود درقائي لي بكر ودوار اي دابر وقلت چند بنت ورقا الله يخرب بيتك أري والله بنت ورقا منعك و بنت ورقا هبون النطاطة بري خلق سري ووربو دازاني نشولة نكسبة نعملة نتعيينة حتى تعيينة بعد دو صلاة تعيين نبينا دي خلي بسري شبكت يعني أبايا تقوى دراما قالي حجيا قالي روجي جرام قالي نفيشا قالي علماء الدين قالي مصلحين قالي مسؤولة بلدي أبايا تقوى دار أبايا منهج أنبياء أبا ريكوان ريكا بيغمبر قال عليه الصلاة والسلام راح خوفنا كربو إصلاح بشري بو قوم خوب بو وطن خوب ملتي خوب آخفتن يعني اسلام نا آخفنا که ما دیت عزمانی بیشی آن ملتینی نا آخفنا که بناو ملتی گشته گشته کیه گشته شیطان الرجیم استقلال و جشع و طمع و ظلم و حرمان و اخصائیه و هیمنه تقوى خود تعالى بکن و خود دنا پیغمبرا خود تعالى دی حشوکتن تقوى خود تعالى بکن خود تعالى دی هوا پارزتن التقوى يعني وقاية هن حدود خود تعالى بارزن دنيا دا خود تعالى كيان هوا دي بارزتن مال هوا دي بارزتن او كي مثلا محمد بن المنكدر راضي بنا خود تعالى لي بت بيتن عجم رو بتقوى دار بت رب العالمين عيالوي دي بارزت سكني عيالوي دي بارزتن اهل مالاوي دي بارزتن جيران توجي دي بارزتن بارزتن اش گناها دي بارزتن اش آگره جهنمي مروف تقوى دارها ان الله لا يحفظ بالرجل صالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر يعني سعكني طبعا باش تابعيانا محمد بن المنكدر راضي منها خده تعالى بمروف صالح خده تعالى دي عيالي وجي صالح كتن عيالي خب بارزن هاي بارمزاني
ده خلا اخنا دي ما هي جلي بسلمانا أبا تقوى خد تعالى سمت عبد بن نفس المطعم مجاز خلال شهر رمضان المبارك. الله لا يبارك فيك. مطعم غازينو مجازت خلال هيفا رمضان بيروز دا. الله باتو بيروزي. والله اگر تو بيروز بايا وتظاني بايا هيفا كا بيروزا تقول شيري خد تعالى ندا. خلاصة الكلام أخذناك البيري أداء للأمانة. اسلام قال بسلمانا اعتراف باجازات اناكت ابدا نا اجازه بمطاعمه نبو قهوه اجبر جهه محرم اجازه نينا ابدا چونكي كس صلاحيته خدي تعالى نينا ويا والله المبد يعني بخو مباركه يعني جهتك يعني اجازه داته فحرام حرام رب العالمين امركت ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اوي بروشيبه ديال مولا خوتن اوي سفريبه دي بخوبته فندق خوتن ان ان دي بخوبته عدك بني بعد برزي بخوتن اخنا كهي من بيت اصل دي يعني بني رمضان ديالك انت دي بجماعه كشر مش خدت تعالى انا كاتن اما بلا بيش جواب خو نعم بيش جواب خو لازم بيت وقت بكرن چونك استهتار بمشاعر بسلمانه نابت علني بخود بلا كتزقنا بيت بيوبوبي تزقنا بوت مولاوي ده اجازه لا يجوز اجازات اسلامات كدنات قاموس دانينا يبرو جيب بلا بشتعادة كي بخوت يمسافرة بلا قل قبة بشتا فندقي كاكيري بلا بخوتن وبشتعادة كي بشتاوت عالمنا خوتن او اجازة داتن او نتقوى دارا مخالف پیغمبر انا او اجازة قبيل جيب كات او طلب جيب كاتن او پارا جيوات گرتن او اجتاوية جي هم بيك وشريك بصد دنيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ومنهج انبياء ودين خده تعالى اطلاقا اجازة نينا ابدا اطلاقا مين اجازة اجازة كده كلمة كي صلاحيتنا صلاحية التشريع هنا ان الحكم الا لله اخر درجبو اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولأمة محمد اجمعين استغفر الله استغفر الله استغفر الله عليهم علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا جميعا بالصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الحق سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترت، ولا عسيرا إلا يسرت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل ويسر أمور حياتنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد أولادنا، اللهم أصلحنا وأصلح عوائلنا، اللهم أصلحنا وأصلح قومنا، اللهم أصلحنا وأصلح أمتنا، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.